طبعا فيشن ترينر وعندي 200 فيشن في سرعه الدكتور. طبعا هي فين المساله؟ قبلوا حاجات كتير بس الدوجز اللي ديت شباب احد اشكال التربينات الهيبريد اللي هي بتولد طاقه كهربيه نتيجه الطاقه الحركيه. طب ويا الطاقه الحركيه بتجيلها منين؟ اول الشابتر ده شرحنا حاجه اسمها المومنتم. يعني ايه المومنتم؟ ان لما الفلو خرج بسرعه معينه وكان ليه بريشر معين فقدرنا نحصل منه على سوميشن فورك اتجاه الاكس وسوميشن فورك اتجاه الواي، وبالتالي لما جيت يبقى الراجل ده بسرعه. هو في الحقيقه حول هذه السرعه لايه؟ اللي هي في الاول الفورس، ثم بنتيجه ان دي ويل ده بتلف هنا على ريل، فايه اللي هيحصل في البانه دي؟ دي اسمها البان الحته دي. ايه اللي هيحصل في البان دي؟ تاخد الخبطه من هنا تلف، تبدا تلف والفلو شغال شغال، فايه يؤثر عليها وتستمر الحركه. وبص الفيجنت ليست بالرقم القليل، يعني انت فيجنت 85 متر في الثانيه حاجه معقوله، يعني انت لو حولها كده كيلو متر في الثانيه مثلا فدي برضه حاجه ايه؟ حاجه طبعا من اهم الحاجات لازم تكون عارفها قطر الويل دي كام؟ قطر ده تمام؟ الار بي ام الان اللي الراجل هيلف بيها، هل دي فيها مشكله؟ لو مديني الان اهو ومديني كمان قطر الويل، لما مديها لي دي مين؟ هو يقصد القطر المتوسط بتاع دي. زاويه الزاويه دي هي زاويه ايه؟ دخول الفلويد وخروجه على البانه. يعني الفلويد دخل كده على البانه وخرج كده، فعامل زاويه 135، ده معناه. يبقى ال 135 دي عباره عن ايه؟ زاويه ما بين دخول الفلويد وخروجه على البانه، دي كده مديها لي. ماشي شباب؟ دايما ما بيطلب حاجتين رئيسيه، عايز الباور والماكسيمم باور. يعني انا هاخد باور بالكيس دي. بس ايه قيمه الباور دي مقارنه بالماكسيمم باور؟ فانا لازم اعرف الايه؟ الماكسيمم باور. القانون بتاعها طبعا موجود ومفيش حاجه تخفيه عليه. بس الثابت هي الباور بصفه عامه بتتحسب منين؟ جنرال هي الفورس في الفلوستر. صح؟ هي ايه اللي هيتحرك دلوقتي يا شباب بسرعه؟ الفان. يبقى دي كده الفلوستر بتاعت مين؟ الفان. لكن الفورس دي هتيجي منين؟ من سمشن الاكس اكس اللي هي رو في كيو في الدلتا بي اتجاه الاكس. دي طبعا اثبات بيوصلها لهذه الصيغه ان الفورس هي رو البي جيت في الاريا جيت تمام كده في اليو واحد ناقص لندا كوزاين السي. ده كده الفورس لما اضربها في البي فان خدت مين يا ابني؟ خدت ايه هنا كده؟ شو الباور. بس تبقى فاهم الايقونات اللي جوه الراجل ده. دي السرعه بتاعت الفان لما اضربها في القوه اللي جت على البيانات. دي القوه اللي جت على البيانات اقدر اخد الباور ايه اللي خرجت من التربينه كلها. طب نشوف ايه اللي معايا وايه لا. الرو بتاعت الليفت لو هي ووتر يبقى الرو دي معايا ب 1000 صح كده؟ البي جيت جيفن 85. طب الاريا جيت اللي هي باي على 4 كام؟ الديامتر بتاع الجيت اللي هو مديهولي 115 من 100 تربيع. اليو اليو بقى دي بتتحسب ازاي يا شباب؟ في جيت ناقص في بي في ناقص. طب وانا احسب الفي بان منين؟ طب الفي جيت معايا الفي بان احسبها منين؟ الار بي ام. هي دي بقى يا شباب. الراجل ده بيلف بسرعه. طبعا انت عارف السرعه في او السرعه او دوران حوالين نقطه بيديك ان اي نقطه على المحيط بتلف بسرعه خطيه. هي دي السرعه بتاعت الفان. علاقه السرعه الخطيه بالار بي ام ايه؟ الريتمس. يعني بنقول كده ان الفي بتاعت البانه بتساوي الاوميجا في الار، حيث الاوميجا ال 2 باي ان على ال 60. طب والار اللي هو القطر بتاع الميل اللي هو مديهولي الدي مين على ال 2. ده كده اللي اقدر احسب منها سرعه الفان. مهمه جدا يا شباب. بص كده للمعادلات اللي معايا. تاني اللي هي دي. اليو هي بتيجي منين؟ طبعا ده ليها اثبات اليو في الحقيقه لكن مش هنقول الاثبات. اليو بتيجي من حاصل طرح البي جيت ناقص البي فان. اليو دي اصلا. اليو دي السرعه بتاعت الفلويد الحقيقيه بقى، دي سرعه الفلويد. مش احنا كنا بنقول المعادله هي الفورس في الفلوستي والفورس اللي هي الرو في الكيو دلتا الفي في الاكس. دلتا في الفلويد اسمها ايه المره دي؟ فبتيجي من البي جيت ناقص البي فان هي ده دلتا في. البي جيت جبت لكن البي فان اعرفها منين؟ فبنقول نعرفها من هنا. الفي فان هي الاوميجا في الار. طب الاوميجا هي 2 باي ان على 60 والار اللي هي الديامتر على الكيلو. هل فيها مشكله؟ ايه المجهول في المساله دي؟ الدي مين معايا؟ الان معايا. كده حسبنا الفي فان من هنا والفي جيت حسبنا الار.
يبقى اليو كمان معايا اتش اي. طيب في واحد ناقص لندا كوزاين سيتا، طب هو اداني السيتا دي 135، طب اللندا ده ايه؟ ده اسمه سليب كوفيشنت او فريكشن كوفيشنت. ان يا باشمهندس لما يكون حاجه داخله بسرعه على حاجه اصلا بتتحرك، فمين اللي قال ان الفلو ذكي للدرجه انه هيعمل ايه؟ هياخد نفس الجيومتري ده كده بالظبط وينطبق عليه، لا بيحصل فرض لوسز، الاقي فيه شويه انحراف كده فيؤدي لوجود لوسز. اوكي ما انت مالكش دعوه الكوفيشن جيبن، ده بيبقى جيبن، وان لم يكن معطى يبقى اللندا بواحد على طول. ان لم يكن معطى فرضت النو سليب، نو سليب كونديشن، ما لو في ما فيش انزلاق ما بينهم يبقى نو سليب كونديشن لندا ايكوال واحد. اف او طبعا بدل كلمه سليب دي ممكن نقول فريكشن. طيب اف فريكشن كوفيشن جيبن هيديني ان اللندا بتساوي، خدها معاك يبقى اللندا دي جيبن والا بتصفر هي بواحد. طب نبص كده على المعادله ايه اللي عاد موجود، ولا حاجه، الباور هي رو معايا، البي جيت معايا، هي جيت حسبناها، اليو بس اللي ابتدينا نشتغل فيها شويه هي البي جيت ناقص البي بان، واوريدي الجيت معايا والبان حسبناها من هنا، هل دي فيها مشكله يا شباب؟ اللمده لو جبن والسيتا لو جبن، خلاص كده؟ هل دي فيها مشكله؟ حسبنا الراجل الطيب، لو ان اللمده لم تكن جبن يبقى بواحد. حسبنا الباور، هل دي قيمه الباور الماكسيموم ولا لا؟ الله اعلم. لان قيمه الباور الماكسيموم بتحصل امتى؟ قال لي البي ماكسيموم بتحصل لما يكون البي بتاعت البانه نص البي جيت. يبقى لو طلب مني الماكسيموم باور ايه اللي هيتغير في القصه دي يا شباب؟ هاجي احسب البي بانه اقول له هي البي جيت على البي بس، ده كل الايه فيكت. يبقى اقول له ايه؟ ان الباور الماكسيموم هي رو البي جيت في الاريا جيت في اليو واحد ناقص كوزاين اللمبه في البي جيت او في البي بان. لما اجي اخد البي بان اخدها البي جيت على البي دي بس الفكره. طيب لو قال لك قول لي السرعه الدورانيه عند الباور الماكسيم. اف ريكواير الام ات بي ماكسيموم، يعني عند البي ماكسيموم قول لي الار بي ام بكام، يعني البتاع دي بتبقى بتلف بكام. الكونديشن ثابته هي البي بان عند الماكسيموم باور بكام. يعني اريد اقدر احسب ان البي بان في الحاله دي بتساوي البي جيت على الاثنين، حسبنا البي بان صح؟ هي البي بان هي عباره عن ايه يا شباب؟ 2 باي ان على 60 في الريديوس بتاع الويل صح ولا ايه؟ مش هي دي البي بان يا باشمهندسين؟ يبقى انا حسبت البي بان عند الماكسيم الاول هي البي جيت على 2، هاخد البي بان اللي معايا دي الار بتاعت الويل معايا، مين المجهول الوحيد؟ دي الان عند الماكسيمم باور. اشمعنى عرفنا ان دي عند الماكسيمم باور؟ لان وقتها كانت البي بان هي البي جيت على الـ. هل دي فيها مشكلة؟ طيب كان في قانون كتب ما هو ده، انت لو صفيت المعادلة دي بص ده يتحقق امتى؟ لو السليب كوفيشنت بواحد وبتحسب الماكسيمم باور ده يتحقق، والسيتا كمان بقيمة ب 180، ده كونديشن معينة للمسألة لكن مش جنرال. يعني في قانون مكتوب اللي هو نص مش عارف البي جي تجعيد، ده يتحقق في ثلاث حاجات، سليب كونديشن واحد والزاويه تقريبا 180 وماكسيمم باور لكن مش جنرال. هل دي فيها مشكله يا شباب؟ لو طلبنا الكورس يعني بلاش كده، هتقول ان انت تحل المساله صوتي خلاص بقى كده، خلاص احنا خلصنا، هنقول لكم بقى شويه ايه؟ حاجات كشكول.